ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم من جديد في لعبه جي تي اي 5. هنلعب النهارده مع بعض مود المزارع في لوس سانتوس. هنشوف المود مع بعض، بعد كده هنشوف بيتثبت ازاي. اسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. جامدة والله، سرعتها بتطير، ممكن تعدي 300. هي بس ما ينفعش عندك جوه، بص هي فيها الشاشة دي بس حرفيا ما بتقفش. أول حاجة تعالى نروح نحدد على مكان الأرض اللي بتتباع، هي دي، وده هنا ده المكان اللي انت هتبيع فيه المحصول، وهنا ده الشوب اللي انت بتشتري منه البذور اللي بتزرعها. بس في أول مرة بتشتري الأرض بيديك شوية بذور كده علشان ايه تزرعهم في الأول. نروح على مكان الأرض اللي نشتريها، نشوف سعرها كام ونرجع لكم. الصوت بتطير، العربية ما بتقفش. هنا وصلنا لمكان الأرض، خش بقى خش بالتسلا البتاع الصفرة دي أو الدايرة الصفرة دي، ده الأرض اللي احنا نشتريها أو المزرعة. هي المربع ده، المربع اللي هناك مش تبعنا. شوف سعرها كام، 150,000 دولار، كتير بصراحة. يلا أكيد بقى ايه بتجيب فلوس. هنا أول ما بدأنا ادانا الجرار ده بتاع دي بتاعة الزرع، تزرع بيها، ودي اللي انت اكيد يعني بتشيل فيها المحصول عشان تروح تبيعه. وهنا الدايرة الحمراء دي الارشادات بقى، لو دوست ايه هيرجع لك المعدات زي ما كانت، و اتش هيديك الملف التعليمي اللي بيظهر تحت على الشمال ده. وهنا اكيد ده بقى المية، وهنا الارض اللي هنزرعها. يلا بقى نبدأ ونركب الجرار ونسحب البتاع اللي ورانا دي. بس اول ما سحبناها جاب لنا على الشمال ايه، سيد كانولا تقريبا، دي اللي احنا نزرعها. احنا معانا منها 100% في المخزون. نزرع الارض، اكيد الارض مش تاخد البذور كلها يعني. نمشي كده على الدوائر دي، يا سلام الموضوع واقعي جدا، بس في حتة ان هو بيزرع بالبتاع اللي ورا دي هو مش واقعي اوي بصراحة. انت كده المفروض ايه بتزرع الارض، ما تقدرش تستخدم بمود المنيو، الارض بتاخد وقت عشان تكبر. انت ما تقدرش بمود المنيو تعدي الوقت علشان الزرع يكبر، لو استخدمت وعملت كده المود هيجلتش معاك وهيقف. لعبة اللي هتقف، لا المود هيقف ومش هتعرف تلعب المدة تاني لما تمسح الملف بتاعه من ملفات اللعبة. نقرب ما نخلص الارض اهو، يعني ما عادش كتير يعني خلصها تقريبا نصها، وما استخدمناش بس غير 11% من البذور اللي معانا. ايوه كده، بس كده زرعنا الارض وما استخدمتش غير 22%. المحصول ده سعره تقريبا، البذور دي هناك في الشوب بسعرها تقريبا 4,000 دولار. نركن هنا بقى ايه، والناس دي نزلت تشتغل طبعا في الارض. اما الارض هناك دي مش تبعنا طبعا زي ما قلت. وهنا عشان نرجع الجرار والبتاع الاراضي في مكانها هندوس حرف الاي في الدايره دي، او رجع مكان، بلاش اللون ده، خلينا في اللون بتاع ايوه ده. بتاع بياخد وقت كبير عشان يكبر، بس الزرعه دي بتاخد وقت قليل لان نوع البذور دي سريعه. فهنوقف البتاع على كده ونرجع لكم، هنعمل سبيد للفيديو من هنا، ارجع لكم على ما الزرع ما يكبر. ورجعنا بعد ما الزرع او المحصول كبر، هو ده تقريبا اخره لان انا استنيت عليه كتير جدا، فهو ده تقريبا اخره يعني. يلا بقى نحصده ونبيعه ونشوف هيجيب لنا كام. هو تقريبا سعره 4,000 دولار كبذور، مش عارف بقى سعره كمحصول هيعمل كام. بس احنا خلي بالكوا احنا مزرعناش غير 22% بس من البذور اللي معانا، يعني تقريبا زرعنا ب 200 دولار مثلا او 400 دولار. يلا نبدأ ناخد المحصول من الجنب كده عشان ما نسيبش حاجة. الصول اللي بتتاخد بتحط مكانها دايرة بيضة، بس ان هي جاهزة للزرع يعني. العربية بتتملى اهي، البرسنت اللي على الشمال دي او النسبة الموادي دي نسبة موية بتاع النسبة بتاعت العربية اتملت فيها قد ايه. عملنا 36% منها اهو، هنبدأ من الجنب اللي هناك. بس كده العربية بدأت تتملى اهي، اتملت بالفعل يعني تقريبا نص الأرض والعربيات مالت. نروح نبيعهم ونشوف هيجيبوا لنا كام. زي ما قلنا ب 4,000 دولار بس زرعنا، ونشوف هنجيب كام من أول عربية بس بعناها. مفيش أنسب من تريفر بصراحة للمهمة دي. تريفر أصلا في شخصيته الحقيقية مولود على حدود كندا، كان بيشتغل في الزراعة برضه. نخش منين؟ تعالى نكسر الباب ده، نلاقي الدايرة الصفرا دي هنقف فيها. لا ارجع، وزي ما انتوا شايفين 2,200 دولار على العربية دي.
بصراحة الموضوع مربح بس مش بنفس كمية المود اللي فات بتاع الشاحنة. الشاحنة كانت 15,000 دولار في النقلة إلى 2000 دولار، بس أنت مزرعتش غير برضه ب 400 دولار بس. يبدأ المحصول بقى ونشوف هيبيع أو هيمنع العربية أصلا ولا لأ، ده طريق ولا إيه يعني؟ تقربنا العربية تقريبا ممكن احتمال ما تمليش، مشكلة في الجرار لو أنا لفيت مرة واحدة بيقوم العربية اللي ورا بتفك. بص زي كده ورجعت شوية كمان اتلفت، لما تلاتة اهم يلا تقريبا يعني العربية اتملت، فاضل 8% منها بس. بس كويس نشوفك جبناها كام. لو جابت 2000 دولار يبقى كويس اوي. شوف هيعملوا كام دول، 2068 دولار، والله كويس اوي يعني. 4268 دولار ومزرعناش غير ب 400 دولار. هو بياخد وقت بس يعتبر انت ما عملتش حاجة يعني. انت ممكن تروح تزرع وتروح تلعب، تكمل لعب في اي مكان تاني، او تعمل مثلا مهمة الشاحنة. بس الموضوع هنا مربح برضو، ممكن بنفس قدر الشاحنة شوية. فانا انا بعد ما اوريك الزراعة تزرع ازاي، اوريك الاول بتشتري البذور منين، وهي البذور اللي انت تقدر تشتريها. بس في الغالب ممكن ما اقدرش ازرعهم في الفيديو ده علشان وقت الفيديو كده. يلا بينا نروح ونشوف البذور اللي هناك ايه. وانه بعد ما قربنا نوصل هو المكان اللي فيه الدائرة الحمراء ده، بعد ما وصلنا المكان ده هي تقريبا المنطقة اللي احنا فيها دي كلها تقريبا مزارع وصوب. هنا لو سألت ليه المكان ده هو اللي بيباع فيه البذور، بسبب الصوب الموجودة حواليه دي تقريبا بيظبطوا فيها البذور وكده. خش نشوف البذور ايه اللي موجودة وأسعارها وخصائصها وكده. هندوس اتش هنا في الدائرة الحمراء دي، هنا بيقول لك اللي احنا لسه زرعناها دي ب 4000 دولار، اللي قلت لك سعرها بتكبر بسرعة وطولها قليل مش قوي. ده انا مش عارف ايه ده بصراحة، 6500 متوسط السرعة والطول برضه قليل. ده بقى قرع العسل، 12,000 دولار، فأكيد هيجيب لك لما تبيعه هيجيب لك فلوس أكتر يعني. سرعته بطيئة برضه في النمو وحجمه متوسط. هنا بقى الحشيش ده ب 45,000 دولار، بس ده انت لو زرعته وانت بتبيع المحصول احتمال، ومش احتمال هو اكيد بيجي حد بيبلغ عنك بخش في نجوم وقضايا وكده. وده طوله يعني عالي يعتبر يعني نسبيا، تحسه شجرة. علشان تثبت المود ده انت محتاج يكون عندك الملفات الأساسية لتثبيت أي مود في لعبة GTA 5. ولو مش عندك الملفات دي كل اللي عليك انك تدخل تشوف الفيديو اللي هيطلع لك في البطاقة فوق وترجع تكمل الفيديو ده. بعد كده هتدخل قناتنا على التليجرام، تحت في وصف الفيديو هتلاقيني سايب لك لينك الملف والمود ده مباشر في التليجرام بدون أي إعلانات. هتحملهم وتبدأ تثبت المود زي ما هتشوف دلوقتي. اول حاجة هتفك الضغط عن الملف ده، بعد كده هتفتحه وتاخد الملفين دول كوبي، وتروح على ايقونة اللعبة عندك وتدوس على open file location. بعد كده هتخش على ملف scripts وهتنسخ الملفات دي. هنا انا حطيتهم قبل كده اهم. ملف scripts ده هتلاقيه برضو في الفيديو اللي طلع لك في البطاقة فوق، هو نفس الفيديو، لازم يكون عندك عشان تقدر تثبت اي مود. تمام كده. بعد كده تروح على المود بقى، هتفك الضغط عنه هيطلع معاك بالشكل ده. هتفتحه هتاخد الملف ده وتروح برضو على ملفات اللعبة وتروح على سكريبتس وتنسخ الملف ده هنا. وبس كده انت ثبتت المود، مفيش اي حاجة صعبة ولا معقدة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنساش اللايك والاشتراك، واستنونا في المودات الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم.